الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صلِّ وسلِّم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنلتقي اليوم مع المحاضرة 11 من محاضرات علوم القرآن 1، ويدور الحديث فيها عن القصص القرآني. ونريد هنا أن نقدم أمراً هو مفتاح الحديث عن القصة القرآنية، ألا وهو أن القرآن الكريم كتاب هداية وإعجاز، هداية فيما يحمله من منهج يحقق للناس سعادتهم في الدنيا وفوزهم في الآخرة، وإعجاز في أسلوبه ومعانيه وتأثيره ليكون حجة على العالمين بين يدي الله تبارك وتعالى. هذه الهداية قد نوع القرآن الكريم في بيانها، قال تعالى: ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا. من هذه الأنواع التي بيّن الحق تبارك وتعالى فيها الهداية ألا وهو القصص القرآني. فما دام الهدف الرئيسي والغاية العامة للقصة القرآنية هي الهداية، من هنا يمكننا أن نستخلص عدة أمور. الأمر الأول أن القصة القرآنية قصة حقيقية واقعية، لأن القصص إنما هو إخبار أخبر الله تبارك وتعالى به، ويستحيل على الله أن يخبر عن أمر كذبا. الأمر الثاني أن القرآن الكريم لا يذكر من القصة إلا ما فيه العظة والعبرة، أما ما يخلو من العظات والعبر فلا تجد له في القرآن الكريم ذكرا. ومثل يسير يبين لنا هذه الحقيقة، ألا وهو ما ذكر من قصة زكريا عليه السلام وما ذكر من قصة عيسى عليه السلام. إذا ما تدبرنا في سورة مريم نجد أن الله تبارك وتعالى ذكر لنا من قصة يحيى وزكريا أن يحيى عليه السلام توجه إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. على الرغم من كبر سنه، إلا أنه قد جاءته البشرى من الله تبارك وتعالى، وكانت لهذه البشرى علامة، وهو ألا يستطيع أن يتكلم على الرغم من سلامة آدات الكلام له، فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا. فبعد أن يذكر الحق تبارك وتعالى قصة خروج زكريا عليه السلام من المحراب إلى قومه، اسمع القرآن ماذا يقول: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. إذن أغفل القرآن الكريم الحديث عن حمل امرأة زكريا بيحيى، وأغفل الحديث عن مولد يحيى، وأغفل الحديث عن نشأة يحيى. لما؟ لأنها كانت كلها جارية على سنة الله تبارك وتعالى في خلقه، إذن لا عظة ولا عبرة فيها. أما العبرة فيما ذكره الحق تبارك وتعالى من دعاء زكريا، وفيما ذكره الحق تبارك وتعالى من قوله: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. إذن هناك فاصل كبير القرآن الكريم لم يذكره. تعالوا إلى قصة عيسى عليه السلام. عيسى عليه السلام حينما حملت به أمه كانت في خلوة عن قومها، فجاءها روح الله جبريل عليه السلام ليهب لها غلاما زكيا، إلا أنها ما كانت تدري أن ذلك إنما هو ملك من عند الله تبارك وتعالى. فالحق جل وعلا يذكر لنا قصة الحمل، ويذكر لنا
قصة الولادة ويذكر لنا قصة المواجهة بين مريم عليها السلام وبين قومها، ويذكر لنا قصة كلام عيسى عليه السلام وهو في المهد صبية. لما؟ لأن كل ذلك إنما يحمل في طياته العظات والعبر. كذلك نرى في القصص القرآني ظاهرة التكرار، وذلك لأن القصة الواحدة يتعلق بذكرها أكثر من غرض فرعي. هناك غرض رئيسي يشمل القصص القرآنية كلها، لكن مع الغرض الرئيسي وهو الهداية كما ذكرنا يتعلق بالقصة العديد من الأغراض الفرعية. فتذكر مثلا الصورة في الموضع الأول لتؤدي غرضا متعلقا بمقصد الصورة، ثم تذكر في موضع آخر لتؤدي غرضا آخر هو ألصق بمقاصد الصورة الثانية، وهكذا إلى آخر القرآن الكريم. على الرغم من ذلك كله نجد أن القصة في أسلوبها لم تخرج عن أساليب العرب في الكلام، فالعرب قد عرفت القصص في آدابها، وكان للقصة في آداب العرب أركان تتمثل فيما يلي: أولا الحدث، ثانيا الشخصية التي تقوم بهذا الحدث، ثالثا الزمان، رابعا المكان، خامسا اللغز، سادسا الحل لهذا اللغز، وغيرها مما هو معروف لدارس الأدب بوجه عام وللأدب العربي بوجه خاص. فتعالوا إخواني الطلاب والطالبات لنقف مع العنصر الأول من عناصر القصة، ألا وهو الحدث. الحدث هو العنصر الأبرز من عناصر القصة القرآنية، وما عداه من الأبطال ومن الزمان ومن المكان ومن اللغز ومن الحل ما هو إلا أدوات لهذا الحدث، ولذلك لا يذكر منها من هذه الأدوات إلا ما تدعو إليه الضرورة. الحدث لا شك أنه يثير في النفس آثار الانفعال. لما؟ لعدة أسباب. أولا لكون هذا الحدث آثارا من آثار قدرة الله تبارك وتعالى وإرادته، وهذا أمر معروف من العقيدة أنه ما من شيء يدور في هذا الفلك إلا وقد أراده الله تبارك وتعالى، ويقع بقدرة الله جل وعلا. لكن لم نكن حديثنا عن هذا الجانب، ولكن حديثنا عن الجانب الآخر، ألا وهو أن من أسباب تأثير الحدث في النفس هي تلك الصورة الفنية التي تأخذ بتلابيب القلوب والعقول نحو التأثر به. هذا التأثير الفني أو هذا التصوير الفني للقصة يتمثل في عدة أمور. الأول الحركة المادية للحدث، الثاني الحركة النفسية المحيطة بالحدث، ثالثا تزاوج الحركتين المادية والنفسية في العرض معا. فتعالوا إلى الحركة الأولى للحدث. إذا ما ضربنا لذلك مثلا قول الحق تبارك وتعالى: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فانظر إلى هاتين المرأتين وهما تقومان من الأعمال مقام أبيهما لكبر سنه ولعجزه عن العمل، وانظر إليهما وهما تردان الماء لتسقيا مواشيهما فتجد الناس قد ازدحموا على هذا البئر فدفعهما حياؤهما إلى أن يعتزل الناس. وسيدنا موسى عليه السلام
يرقب هذا الحدث فيدفعه إيمانه بالله وحرصه على قضاء حوائج الناس لا سيما الضعفاء، فيسألهما: ما خطبكما؟ ما الذي دفع بكما إلى هنا؟ لما لم ترد الماء؟ فتقصان عليه قصتهما. فانظر، هذا حدث فيه حركة، فيه ترقب، فيه مجيء، فيه إعراض، فيه مخالطة، فيه اعتزال. إذن هذا هو الجانب الحركي للقصة. أما الناحية الثانية وهي الناحية النفسية أو ما يعبر عنها علماء بالناحية السيكولوجية، كذلك الناحية السيكولوجية أو النفسية تؤثر في النفس أيما تأثر، لأنها تكشف عن النواحي النفسية التي تدور فيها فلك الحدث. وتعالوا مثلا لنقف مع قصة مريم البتول عليها السلام لندرك مدى الكشف عن الناحية النفسية وأثره على نفوس السامعين. ولنقرأ مثلا قول الحق تبارك وتعالى: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. مريم عليها السلام وهي في خلوتها تفاجأ بهذا الملك في صورة رجل، وهي لا تدري أنها ملك، فتفزع من وجوده في خلوتها وهي امرأة ضعيفة لا تملك من وسائل الدفع شيئا، فتلجأ حينئذ إلى أسلوب إثارة التقوى في نفسه: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. لكنها تعرف بعد حين أنه ملك من ملائكة الله جاء ليقضي أمر الله، فتتهيأ نفسها حينئذ وتهدأ وتطمئن. ثم حينما تأتي ساعة الولادة يتجدد ألمها النفسي ويزداد أكثر وأكثر، فما تستطيع له كتمانا، فتبوح بما جال في نفسها: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فكي لأنها لا تدرك كيف تواجه قومها بهذا الطفل، هي تعلم حقيقة الأمر ولكنها لا تستطيع أن تقنع قومها بهذا الأمر، فيزداد همها هما على هم ويزداد حزنها حزنا على حزن. فما أن جاءت بولدها وواجهت به قومها إلا أن نطق هذا الولد بقوله: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. حينئذ يتبدد هذا الألم ويحل محله الهدوء والطمأنينة. الامتزاج بين الحركة المادية والناحية النفسية كذلك كما قلنا من النواحي الفنية التي تؤثر في نفس السامعين، ذلكم الامتزاج بين الحركة المادية والناحية النفسية للقصة القرآنية. فمثلا إذا ما وقفنا مع قول الحق تبارك وتعالى: اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، قال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. انظر أيها الطالب وأيتها الطالبة إلى إخوة يوسف وهم يكيدون له ليتخلصوا منه، فيحتالوا حيلتهم ليخرجوه من بين يدي أبيه يعقوب عليه السلام. وحينما نفذوا مخططهم الخبيث رجعوا إلى أبيهم ليلى وقد اصطنعوا دمعات الحزن، وجاءوا أباهم عشاء يبكون مما قد حدث من هذا الاصطناع والحدث الذي قد خيم عليهم. فأصاب أباهم بحزن شديد خيم عليه طيلة حياته، فما ينفرج عنه
إلا بعد أن جاءته البشرى بحياة يوسف عليه السلام. قال تعالى في آخر القصة: ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. فانظر إلى حالة الحزن وإلى حالة الكيد التي يصاحبها حركة ومجيء وخروج وإتيان ليلا وخروج نهارا، وهكذا امتزجت الحالة النفسية بالحركة المادية مما أثر في قلوب السامعين. العنصر الثاني من عناصر القصة ألا وهو الأشخاص أو البطل الذي يقوم بهذه القصة. والناظر في القرآن يجد الشخصية القرآنية شخصية غير نمطية، بمعنى أنها لا تتسم بسمات واحدة ولكنها تختلف من شخص إلى آخر حسب الظروف الداخلية والخارجية التي يتعرض لها الشخص. كذلك القرآن الكريم لا يعتني كثيرا بذكر أسماء الأشخاص إلا إذا كانت الشخصية تدور عليها الحدث ولولاها ما كان الحدث، كما في ذكر أسماء الأنبياء. فقول الحق تبارك وتعالى: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، ما كان هذا الاصطفاء لأحد إلا لكليم الله، ولذلك يذكر القرآن الكريم اسمه يا موسى. واسمع إلى قول الحق تبارك وتعالى: يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بعلم إن كنت قلته فقد علمته، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. ما يكون هذا السؤال ليوجه إلى أحد غير روح الله وكلمته عيسى عليه السلام. ولذلك يعتني القرآن الكريم بذكره حينئذ. أما إذا كانت الشخصية لا تتجاوز الأمور الثانوية فلا يذكرها القرآن الكريم. اسمع إلى قول الحق تبارك وتعالى: وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فالحديث الأبرز هنا الذي يشغل الأذهان ألا وهو قول الرجل: فلا يعنينا أن يكون هذا الرجل زيدا أو عمرا، ولذلك يغفل القرآن الكريم عن ذكره. هذه الشخصية لها أبعاد تؤثر في الصورة الفنية للقصة القرآنية. تتمثل هذه الأبعاد في البعد الاجتماعي للشخصية والبعد النفسي والبعد الجسدي. لكن قبل أن نتكلم عن هذه الأبعاد لابد أن ننوه لأمر، ألا وهو أن كلمة الأبعاد إنما هو مصطلح أدبي، ولا ينبغي علينا أن نجري القرآن الكريم على المصطلحات الأدبية. لكن بصرف النظر عن هذه الاصطلاحات، لما بحث علماؤنا في القصة القرآنية وجدوا هذه العناصر بارزة جلية فيها. أولا البعد الاجتماعي. القصة القرآنية حينما قصها الحق تبارك وتعالى علينا لم يغفل في ذلك عن المجتمع وأثره. فهذه قصة يوسف عليه السلام تبرز لنا المجتمع في صورة طبقات. الطبقة الأولى طبقة أرستقراطية متمثلة في ملك مصر وفي عزيزها وفي امرأة العزيز، كذلك طبقة الفقراء المتمثلة في المساجين، في السجينين اللذين دخلا السجن مع يوسف عليه السلام، كذلك طبقة الخدم التي تتمثل في يوسف عليه السلام. فتتحدث عن طبقة الحدث
عن طبقة الخدم متمثلة في بيع يوسف وخدمته، ونظرة امرأة العزيز إليه أنه مطية لجميع أغراضها حتى ولو كانت هذه الأغراض خبيثة فاحشة. الطبقة الأرستقراطية متمثلة في زوج العزيز وفي النسوة اللائي لا هم لهن إلا الخوض في أعراض الناس. الطبقة الضعيفة متمثلة في هذين السجينين اللذين دخل الجانب الثاني، وهو الجانب النفسي. وهذا الجانب عني به القرآن الكريم أكبر عناية وأشد عناية، لأن القرآن إنما يخاطب النفس والروح قبل خطابه الأجساد. فها هو سيدنا يعقوب عليه السلام يحذر صغيره يوسف من كيد إخوته وحسدهم: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. لما يحذره؟ لأن الحسد إنما هو من أكبر الآفات التي تهدم بيان وبنيان وكيان الأسرة الواحدة. البعد الثالث، وهو البعد الجسمي أو البعد الجسدي. فمثلا إذا ما قرأنا قول الحق تبارك وتعالى، قال لهم نبيهم: إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا: أنى يكون له الملك علينا؟ قالوا: نحن أحق بالملك. قالوا: أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال؟ قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. فانظر إلى قول الحق تبارك وتعالى: إن الله قد اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. فالله تبارك وتعالى يصف قوامه الجسدي ليكون هذا القوام إنما هو بمثابة المؤهل له لقيادة الجيش وريادته. الشخصية في القرآن الكريم لها وظيفتان: الأولى وظيفة فنية تتمثل في دور الشخصية في القصة، هل هي شخصية رئيسية يعنى القرآن الكريم بذكرها، أو أنها شخصية ثانوية لا يذكر القرآن الكريم إلا اسمها. فهذه مثلا قصة موسى عليه السلام والخضر. موسى هو الشخصية الرئيسية في القصة، ولذلك يعتني القرآن بذكر اسمه. أما فتاه وهو يوشع، وكذلك أسماء مساكين أصحاب السفينة، وكذلك الغلام وأبواه، وكذلك اليتيمين، فإنما هي أشخاص ثانوية فلا يعتني القرآن الكريم بذكر أسمائهم. الوظيفة الثانية للشخصية وظيفة موضوعية تتمثل في المعاني والأفكار التي تسعى القصة إلى تصويرها، سواء كانت معاني وأفكار يجب الامتثال إليها أو معاني وأفكار يجب اجتنابها. فالقصة صورة مجسمة للمعركة بين الخير ودواعيه وبين الشر ونوازعه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.